تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين الكرام، متتبعين جريدة التحقيق 24. نحن اليوم في مدينة بوجدور، نتواجد أمام ثانوية إعدادية طه حسين لنقل أجواء الامتحانات، امتحانات البكالوريا الأحرار في أجواء بنقل الصوت والصورة. السلام، سحابة أمس قدي جيت ندوز اليوم باك حر شعبة الأدب والعلوم الإنسانية في الثانوية الإعدادية طه حسين بمدينة بإقليم بوجدور، مدينة بوجدور. صراحة الأجواء ديال الامتحان كانوا عادي كوم دابيتود، زعما تو سيتي بيان، تو سيتي ترو بيان. إي ألوغ الحراسة كانت في المستوى، زعما كلشي المسؤولين لي بروفيسيونيل كل هذا دار الدور ديالو ودوزنا مزيان الحمد لله. واخا ليدوكاسيون إسلاميك شوية كانت معقدة، مي لو فرونسي سيتي ترو بيان. إي سي ترو. يعني دازت امتحانات في أجواء زوينة الحمد لله. عيادك. كيفاش كانوا المراقبين عليك؟ الصراحة مراقبوا مزيان كل هذا دار الدور ديالو. ومهم داكشي اللي المراقبة كانت صارمة شوية؟ صارمة شوية. ما المراقبة كانت صارمة شوية وي فعلا. وعندكم شي اسمو في العشية امتحانات شي؟ لا لا لا، دو ماتشيا في الصباح صافي، حنا الأحرار. شكرا لك جزيلا. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.